إذا بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، ينطلق سادس أشواطنا والخاص أيضا بالبكار الحجايج لمسافة 3 كيلومترات. مباشرة أسير إلى مقدمة الشوط ونتعرف على المركز الأول. تأتي هناك أسباب عبيد بن ثعيلب بن طهميم العامري يأتي على المركز الأول، بينما المركز الثاني حنين لمبارك بسهيل بن مبارك الاكتبي، يتواجد محمد وسلطان المالكي. والمركز الثالث وصل الدوسري مع شادية عبيد بن سلمان بن فارس الدوسري، يقدم هذا الاسم على المركز الثالث. نقلتنا مباشرة مع التزام لساري بن محمد بن ثاني بن أحمد المزروعي، وصل في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء. والمركز الخامس وصلت حضور سلطان بن حمود بن علي اليحافي اللي وصل على المركز الخامس. والمركز السادس زعفرانة مكتوم بن زايد أبو حميد المزروعي وصل في هذه اللحظات. وهنا أيضا القادمة في هذه اللحظات مرموقة لفيصل بن راشد، فيصل بن راشد بن سعيد عيمي وصل بهذه جميلة من القادم، وهي القادمة في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. قمرية محمد بن حميد بن عوفري المنصوري وصل في هذه اللحظات. وهنا الخفيف أحمد بن خميس بن صويلح الهاملي بالفعل، هذا هو شعار الحاكمة، أحد الأسماء التي يمتلكها أيضا بن صويلح. هكذا النتيجة وهكذا الأسماء القوية، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، وما زال في الصدارة الأولى، ما زال في المقدمة من يقدم أسباب عبيد بن ثعيلب بن طهميمة العامري على المركز الأول على الانطلاق الأول. ما شاء الله تبارك الله، أداء رائع ونجومية كبيرة. حنين هنا تأتي على المركز الثاني ولها الشوق والحنين بالفوز والانتصار في هذا الشوط. يأتي مبارك بسهيل بن مبارك الاكتبي، والمركز الثالث حضور سلطان بن حمود بن علي اليحافي اللي وصل على المركز الثالث. المركز الرابع وصل شعار النعيمي ليقدم لنا أيضا مرموقة، فيصل بن راشد بسعيد النعيمي يقدم مرموقة على المركز الرابع. المركز الخامس القادمة هنا مشاهدين الأعزاء الخليجية، الخليجية شعار رند ياتي هنا، رند أيضا ياتي مع أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة، 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط، ما تبقى عن خط النهاية. مشاهدينا الأعزاء أعود مع أسباب لعبيد بن ثعيلب بن طهميمة العامري العامري العامري، بدأ يسير إلى المقدمة، الرقص يأتي هنا ما شاء الله. الكيلومتر الأخير دخلنا هذا الكيلو، دخلنا هذا الغلاف الجوي للكيلومتر الأخير، ما شاء الله تبارك الله على هذا الاندفاع الكبير والتحدي المثير مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. من خلال هذه الاندفاع مشاهدينا الأعزاء على المركز الأول، على الانطلاق الأول، على الاندفاع الأول، أسباب 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 هي من تأتي في المركز الأول، هي من تنطلق في أيضا الصدارة الأولى في الاندفاع الأول. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام أسباب على الصدارة هناك مشاهدين الأعزاء، عبيد بن ثعيلب بن طهميمة العامري، والمركز الثاني الخليجي أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري وصل المنصوري. المركز الثالث النعيمي واصل مع مرموقة فيصل بن راشد بن سعيد النعيمي، ولكن أعود إلى أسباب، أعود إلى أسباب، أسباب على الصدارة، أسباب على المركز الأول، أسباب على الانطلاق الأول، أسباب على الصدارة. صاحبة الميدان تسجل نقطة ذهبية ما شاء الله، عبيد بن ثعيلب بن طهميمة العامري ياتي مع أسباب، أسباب على المركز الأول. أشكرك يا عبيد يا بن ثعيلب يا بن طهميمة العامري على هذا الفوز، ولكن مرموقة وصلت مرموقة على المركز الثاني، الله الله الله، ولكن أسباب، أسباب ما زالت على الصدارة. الشكل الجميل، الأداء الرائع، النجومية الكبيرة مع الميت متر الأخيرة، مرموقة مرموقة فيصل بن راشد بن سعيد النعيمي، ولكن أسباب، أسباب 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 عبيد، عبيد هناك عبيد بن ثعيلب بن طهميمة العامري على المركز الأول. المركز الثاني مرموقة فيصل بن راشد بن سعيد النعيمي، المركز الثالث الخليجي أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، والمركز الرابع وصل شعار أيضا بن الخفيفة أحمد بن خميس بن صويلح الهاملي، والمركز الخامس، المركز الخامس حضور سلطان بن حمود بن علي اليحافي. أسباب هنا وضعت الأسباب، لماذا يا أسباب أيضا تأتي بهذا الانطلاق؟ الأسباب تقول أنا أريد المركز الأول ولا غيره. تهانينا
لأيضا عبيد بن ثعيلب بن طيميمة العامري. منافسة قوية من خلال شعار النعيمي، ولكن شاهدنا القوة والإثارة. أيضا 4:38 جزءا واحدا من الثانية. أيضا تهانينا لأهالي الميدان على هذا الفوز والانتصار. عبيد بن ثعيلب بن طيميمة العامري بالفوز والانتصار، مركز ثاني 4:38، 3 أجزاء من الثانية. مرموقة فيصل بن راشد سعيد النعيمي تهانينا، والناموس المركز الثالث وصلت فيه الخليجية أيضا لأحمد وسلطان بن محمد بن سيف المنصوري المركز الثالث، هي من وصلت بالفعل الخليجية 4:39، 4 أجزاء من الثانية. أيضا صاحبة الميدان تأتي بهذا الانطلاق مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. إذا أسباب لعبيد بن ثعيلب بن طميم العامري هي صاحبة المركز الأول هنا بهذا الانطلاق، ومرموقة لفيصل بن راشد بن سعيد النعيمي هي صاحبة المركز الثاني، والخليجية لأحمد وسلطان بن محمد السيف المنصوري هي صاحبة المركز الثالث. هكذا إذا 6 أشواط انتهت مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة ياسر الرياضية الناقلة لأحداثنا التراثية.